هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده عايزه اتكلم على منتجات بندولين، اللي هي المنتجات ديت. انا عايزه اقول لكم ان المنتجات دي تحفه، ومن احسن المنتجات اللي جربتها في السوق حاليا، سواء الشامبو او الحمام الكريم او الليف ان او الزيوت او زيت بندولين بلس او الليف ان. ده عشق، ده من احسن الليف ان اللي جربته، وسعره تقريبا 85. تمام، عايزه اقول لكم بجد يعني منتجات بندولين من احسن المنتجات اللي جربتها، ومش بقول كده مش سبونسر او اي حاجه، لا. الشامبو، اوكي، الشامبو بتاع بندولين، انا عايزه اقول لكم انا احيانا بستخدمه لوحده، من غير حمام كريم، من غير بلسم، من غير اي حاجه، وبعد ما بستخدمه بحس ان شعري رطب جدا جدا جدا، كاني حاطه له مغذيه بقالي اسبوعين ثلاثه، حمامات كريم وكده. بس في الحقيقة هو بيخلي شعري حلو جدا من غير اي حاجة. تمام، يعني من غير ما استخدم له اي حاجة، حتى يعني لا بكون عالجته ولا اي حاجة، بس في الاخر النتيجة بتاعته بتبقى حلوة جدا. تمام، حمام الكريم ده بزبدة الشيا برضو يعني انا عايزة اقول لكم بصراحة، مش يعني ما عنديش كلام اوصف بيه المنتجات دي، بحبها جدا. حمام الكريم يعني مش عارفة اقول لكم عنه ايه، بجد بيرطب الشعر حلو جدا، وخصوصا الشعر الكيرلي، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، تحفه تحفه. الليف ان برضو حلو جدا جدا، اللي هو بصوا هو مش بيتكتب عليه ان هو ليف ان، بس هو ليف ان، اللي هو بزبده الشيا وخلاصه الموز. الموز على فكره بيقولوا ان هو حلو جدا برضو للشعر، حتى لو عملتيه حطيتيه في الخلاط وضربتيه وعملتيه ماسك على شعرك، حلو جدا برضو، فايدته حلوه جدا للشعر. ما بالك بقى منتج فيه الموز وفيه زبده شيا، هيخلي شعرك عامل ازاي؟ الزيت بتاع بندولين اللي هو بلاس ده ممكن تعملي برضو بيه حمام زيت للشعر. تمام، في بعض الزيوت ما ينفعش تحطيها على شعرك، خصوصا الزيوت اللي بتطول الشعر، بس ده بيطول الشعر في نفس الوقت ان هو بيديله ترطيب. بمعنى ايه؟ بمعنى انك يوم وقت ما تحطي الزيت تحطيه على فروة راسك وفي شعرك كمان، يعني تحطيه على كل حمام زيت، يعني اكيد عارفين ازاي تعملوا حمام زيت، تحطوه كله على شعرك. تمام، بيغذي جدا جدا، شعرك دايما محتاج تغذية عشان يطول. فكرة ان الجذور ميتة ومش بتستفيد، الكلام ده غلط. تمام، الجذور حية، وفي منها مسامية عالية وفي منها مسامية منخفضة. تمام، فانتي لو ما اهتمتيش دايما بحمام كريم، بحمامات زيوت، اوكي، الحاجات دي كلها، الليف ان برضو، الليف ان بعد الشاور وكده، وغذيتي اطراف شعرك كويس، شعرك عمره ما هيطول. فالمنتجات دي سعرها حلو جدا جدا، منتجات مصرية، وحاجة حلوة ان هي منتجات مصرية طبعا. تمام، وزيها زي الحاجات المستورده، يعني انا برضو جربت كذا حاجه مستورده، هي تقريبا نفس الافكت بتاعها، يعني نفس التاثير بتاعها. فانا بصراحه حابه جدا منتجات بندولين، لو عايزه حاجه سعرها حلو ومفعولها حلو والنتيجه بتاعتها حلوه جدا، فخليكي في منتجات بندولين ليف ان، من احسن الليف ان اللي استخدمته. للبنات اللي عايزه تعمل شعرها كيرلي، الليف ان احسن من الليف ان بلس بصراحه، اللي اتكلمت عنه قبل كده والناس استغربت، بس فرق شاسع ما بين الاثنين الصراحه. هو ده كان الفيديو النهارده عن منتجات بندولين، يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش السبسكرايب واللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.